وعلى الصعيد نفسه، أكد محافظ صلاح الدين أن معاناة أبناء المحافظة متزايدة خصوصا في الجانب الصحي. لهذا وضعنا خططا لجعل مستشفى تكريت التعليمية التي يجري تأهيلها مركزا متخصصا لعلاج أبناء المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الخارج. لا أنا محافظ ولا غيري يقدر يحل المشاكل بشكل دائم، يعني أو بشكل يعني يوازي حجم الضرر الموجود أو حجم يعني الحالات الموجودة. لذلك هذا الموضوع يعني أنا حتى أشوف أنه أنا مرات أساعد واحد، يعني بالمقابل أنا يعني أثرت نفسيا على كثيرين آخرين، لأنه هذا اللي ساعدته راح يروح ويتعالج ويسافر، وهذولا يقول لك احنا شنو فرقنا عن هذا. فتبقى انت في حيرة في كل قضية من قضايا العلاج هي مشكلة. لكن احنا يعني انا البرنامج اللي احنا راح نعتمد عليه بالمرحلة القادمة وهو البرنامج الافضل. احنا ما نقيس وضعنا بالنسبة للعراق وننطي انطباعات انه الامور مو زينة. احنا هسه عندنا مستشفى تكريت، هذا المستشفى الآن ده تنبني بطريقة صح، منظمات تشرف عليها، مهندسين ثقات واقفين عليها. هذا المستشفى احنا نخليها تكون مركز لعلاج أهل صلاح الدين بدون ما يروحون للخارج. هسه أنا أروح لعمان المستشفى ألقاها شنو يميزها عن مستشفى العراق؟ يميزها النظافة والأجهزة والتمريض، هذا الثلاثة. أما الكوادر ما بيها مشكلة، ما عندنا مشكلة بالكوادر. فإذا أنا حليت هذا الثلاثة راح أقدر أجيب كل مريض وعالجه عندي هنا، راح يصير أكثر من 400 سرير، نقدر نعالج كل الحالات بشكل صحيح.